اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. من ضمن موضوع الرعايه واحنا بنتكلم طبعا اتصالات مصر اصبحت راعيا للنادي الاهلي. وفد الاهلي او اول خبر عندنا وفد النادي الاهلي بيبحث اليات التعاون مع اتصالات مصر الشريك الاستراتيجي والراعي الرئيسي للنادي. زي ما حضراتكم شايفين من على اليمين المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات ورئيس مجلس اداره الشركه المتحده، والمهندس الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، استاذ خالد مرتجي امين الصندوق في النادي الاهلي، استاذ محمد يحيى نائب رئيس شركه برزنتيشن سبورت. الحقيقه وتعاون واضح وملحوظ ما بين كل هذه الجهات للتوصل لهذا الاتفاق الكبير والعظيم. الحقيقه لكل من يريد ان يعلم قيمه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين أرقام كبيرة وأرقام مهمة جدا بيعملها النادي الأهلي في عقود الرعاية. والله 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 ما هو تقليل من حد، على قد ما هو أنا بفتخر بنادية، أنا بحب نادية، عارف اللي عندي إيه، عارف اللي عندي إيه وعايز أعمل فيه إيه وعايز أوصل بفين. عندنا مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري ونائب الرئيس والأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق. الحقيقة كلهم الحقيقه كانوا بيعملوا شغل رائع جدا. الاستاذ احمد يحيى طبعا كان متواجد من شركه اتصالات رئيس الجزء الخاص باتصالات الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم الموضوع كبير جدا 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 جدا، مش زي ما حضراتكم متخيلين ان هي يعني واحد بيدي الواحد مبلغ علشان يبقى موجود على التيشيرت بتاعه. هو الموضوع اكبر من كده بكتير جدا الحقيقه، لانه هناك شراكه استراتيجيه وراعي رئيسي. هنجيب يوم حد من المتخصصين في الرعايات وفي هذه الامور يتكلم مع حضراتكم علشان كلنا نبقى فاهمين يعني ايه راعي رئيسي ويعني ايه شراكه استراتيجيه، بتودينا لفين، بتطلعنا من الشكل العام والتقليدي للرعايات لامور اخرى. ايه هي؟ هنعرفها تباعا خلال الايام القادمه، وان شاء الله نجيب حد نفهم منه ونسمع منه ايه اللي بيحصل في موضوع يعني ايه شراكه استراتيجيه ويعني ايه راعي رئيسي.